أهب كل أموالي لابني الولد وأحرم ابنتي لأن الولد هو من يحمل اسمي، هذا أمر محرم شرعا أستاذة سارة. إن الإنسان يميز بين أولاده في العطية بحجة أن فلان يبرني أكثر من هذا، أو إن فلان من أولادي بتبرني، أو إن أنا أدي للأولاد والبنات متزوجين وأزواجهم كفيلين بهم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسوية بين الأولاد في العطية حينما جاءه سيدنا الأقرع بن حابس رضي الله عنه، قال يا رسول الله إني أريد أن أعطي ابني هذا عطية، أفأسوي بين أولادي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أو أبنائك، يعني سأله أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ أنت تتمنى أن أولادك يكونوا كلهم في البر زي بعض؟ قال نعم. قال إذن فلا. وفي رواية أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد إلا على حق. فبالتالي يحرم على الإنسان إن هو يميز بين أولاده في العطايا. وبالمناسبة إن العطايا للأولاد للذكور وللبنات بالتساوي بخلاف الميراث. يعني أنا لو عندي ولد وبنتين ما بديش للولد قد البنتين، لو أنا هديهم حاجة وأنا حي على قيد الحياة، لكن لو هدي الولد ده 1000 جنيه أدي للبنت 1000 وللبنت التانية 1000. التسوية بين الأولاد في العطية بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم دون التمييز بين ذكر أو أنثى، ودون التسوية أو القياس على الميراث.